وحول هذا الملف ينضم معنا علي الباسي الناشط في الجانب البيئي معنا من شبوة. أرحب في البداية بك سيد علي، وما هي متابعتك للمشهد البيئي والكارثة الحاصلة حاليا حول هذا الموضوع في شبوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية عليكم نشكر السلام. قناة المشرق الرائدة في هذا المجال، وقد سلطت اليوم الضوء على قضية مهمة إلى حد كبير، للأسف غفل عنها الكثير، وهي معاناة حقيقية نعاني منها في شبوة. في جانب التلوث البيئي نستطيع أن نحصرها في جانبين رئيسيين: مخلفات الشركات النفطية والتسريبات الحاصلة في أنبوب النفط أياد النشيمة. لكل من هذه القضية من القضايات همومة، ولكل منها كوارثة، والحديث في هذا المجال يطول ويطول، وتحدثنا كثيرا في ورش عمل، في إلغاءات، في غيرها كناشطين، لكن للأسف طور العمل، طور الاستجابة إلى حد الآن لم نصل إليه. مثلا لو تحدثنا عن أنبوب النفط، نحن نتحدث عن أنبوب بتهالك تم إنشاءه في عام 87 تقريبا. هذا الأنبوب للأسف يعني غير قابل في هذا الوقت إلى عملية الضخ، يفترض أن يتم وقف عملية الضخ حتى يتم مشروع متكامل لصيانة هذا الأنبوب، بحيث نحد من الكوارث البيئية المرافقة لعملية الضخ. أنا زرت المناطق التي يحدث فيها التسرب النفطي في أماكن مرور الأنبوب، أشياء يشيب منها الرأس، أشياء مأساوية بمعنى الكلمة، تأثر منها القطاع الزراعي، تأثر منها القطاع الصحي، الحجر، الهواء، الشجر، الطير، كل ما في كائن حي موجود في هذه المنطقة تأثر من الحاصل. فنتمنى أن يتم الاهتمام أكبر بهذا الملف. فيما يخص الشركات النفطية، نتحدث عن مخلفات بسموم بدرجات عالية، للأسف يتم التخلص منها بطريقة بعيدة عن الجانب البيئي، بعيدة عن الجانب الصحي. هناك اتفاقات دولية، نحن لا نطالب بشيء مستحيل ولا نطالب بأشياء غير واقعية، نطالب ما هو متعارف عليه دوليا في إجراءات السلامة في عملية التخلص من 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 مخلفات النفطية. وأنا أعتقد أن مطالبنا هذه واقعية، القانون، الأخلاق، الإنسانية، كل شيء يقف إلى جانبنا. من غير المعقول في شبوه ان نمنح ثروتنا وفي المقابل ان يتم اعطائنا الموت والمرض، هذا شيء غير مقبول ويفترض على الضمير الانساني الحي وصناعه راي عام مجتمعي في شبوه اولا ومن الجميع ثانيا لايقاف هذه المازله الحاصله في شبوه. استاذ علي، ما الواجب برايك فعله من قبل وزاره النفط او الحكومه لمنع هذا التلوث النفطي وكيفيه التخلص من هذه النفايات النفطيه؟ وزارة النفط هي الوزارة المعنية في هذا الجانب، وهي التي تتعامل بشكل رئيسي مع شركات النفط، وهي من تمتلك الصلاحيات بإلزام هذه الشركات بالالتزام بالاتفاقيات البيئية والصحية. للأسف الوزارة لم تتجاوب أبدا معنا في محافظة شبوه. أنا أحدثك نقلا عن مصدر مسؤول في المحافظة، أحدثك من لسان مدير عام حماية البيئة في المحافظة، وهو شاب شبواني رائع له مبادراتها الطيبة في جانب حماية البيئة، وحاول أن يفعل دوره في حماية البيئة في المحافظة، لكن للأسف انصدم وزارة النفط وغيرها بعدم التعاون معه بشكل أكبر، برغم أن الاتفاقيات يفترض أن تتم قبل بجميعها عبر حماية البيئة في المحافظة. فعندما تساءلنا مع الأستاذ محمد مجور في حماية البيئة ما هو دور وزارة النفط، كان جوابها أنه للأسف لا شيء، لا شيء، لا شيء. نعم أستاذ علي، برأيك ماذا يعني عدم وجود فريق أو مؤسسة تعمل على الحد من الآثار السلبية والخطرة على المجتمع أو على شبوة حاليا بالتحديد؟ طبعا إذا كنت تقصدين منظمات مجتمع مدني، للأسف إلى يومنا هذا لا توجد مؤسسة متخصصة في هذا الجانب، لكن حتى لو تم تأسيسها، ونحن من أهدافنا بإذن الله تأسيس مثل هذه المنظمات والمراكز، يبقى أثرها في الجانب التوعوي والجانب الإعلامي، لكن نحن نتحدث عن دور مؤسسات الدولة، يفترض أن يتم تفعيلها بشكل أكبر للحد من مثل هذه الظواهر. المراكز البيئية والمنظمات إن تم تأسيسها بإذن الله سيكون لها دور أكبر في رصد المخالفات البيئية بشكل أكبر وتوثيق مثل هذه المخالفات، وأيضا في جانب التوعية في المجتمع الشبواني الذي للأسف نعاني بشكل كبير غياب الوعي من المواطن الشبواني بدرجة أولى، وعدم وعي
بخطورة هذه الظاهرة وضرورة الوقوف أمامها بشكل قوي. صناعة الرأي يساعدنا في إيجاد ضغط شعبي قد يصل إلى مرحلة إلزام كل طرف بما يتوجب عليه. نعم أستاذ علي، أخيرا ما هي رسالتك للمواطن الشبواني بالتحديد والمجتمع بشكل عام؟ أنا أتحدث بقهر وبأسى وبحزن. لماذا هذا الصمت من المجتمع الشبواني؟ هناك أشياء خطيرة. يعني أطالب من أي شبواني أن يزور مركز الأورام في محافظة شبوة في عتب ليعي ماذا نعني عندما نقول أن هناك كارثة حاصلة بالفعل. هناك تزايد بشكل كبير في جانب الإصابة بمرض السرطان. هناك أمراض أخرى لم يتم تحديدها إلى حد الآن، وبالذات في الأماكن التي تقع بالقرب من الشركات النفطية. فالموضوع خطير، وأتمنى أن يتم صناعة وعي شبواني حقيقي يؤدي إلى إيجاد ضغط شعبي يمارس على كل الجهات المختصة لإيجاد حلول واقعية لما هو حاصل في الملف التلوث النفطي في المحافظة. نعم أستاذ علي البعثي، نشط في الجانب البيئي، كنت معنا من شبوة، شكرا جزيلا لك.